هل يا جماعه الصداقه بقت اهم ولا البيزنس والعلاقات والمصالح؟ كنت بتفرج على فيلم اصحاب ولا بيزنس، القصه الاصليه اللي انت بتشوفها قدامك اللي هي بطوله مصطفى قمر وهاني سلامه، الاثنين الصحاب اللي من ايام الجامعه اللي كان بينهم على طول تنافس على البنات وعلى النجاح، ولما بيكبروا وبينجحوا في شغلانتهم كمذيعين بيبدا التنافس بينهم يكبر، التنافس اللي بيزوده جدا عدو الفيلم الرئيسي وهو سامي العدل اللي بيعبر عن البيزنس في هذا الفيلم، لدرجه ان هو بيرشحهم هما الاثنين، واحد هيسافر الضفه يعمل برنامجه من هناك علشان يزود مشاهدات القناه، والثاني هيعمل حمله دعائيه لشركه بدل كبيره. كل واحد فيهم بيبقى عايز يعمل كامبين وحمله دعائيه لنفسه عشان يفوز باعلانات شركه البدل ومش عايز يسافر فلسطين. وفي الاول مصطفى قمر هو اللي بينجح فعلا بهذه الحمله الدعائيه وبيفرح وبينبسط، وهاني سلامه بيتضايق شويه، ولكن بتحصل حاجه كده تشقلب الوضع وتخلي مصطفى قمر هو اللي هيسافر فلسطين وهاني سلامه هو اللي هيعمل الحمله الدعائيه، وهنا هاني سلامه بيفرح ومصطفى قمر بيزعل، ولكن مصطفى قمر بيكتشف ان السفريه دي هتغير حياته للابد. لما بيسافر هناك يشوف ابطال حقيقيين، بيشوف ناس مستعده انها تضحي بنفسها علشان وطنها، لدرجه ان هو بيصور بطل منهم، ولما بيرجع مصر بيبقى همه ان هو يتكلم عن هؤلاء الابطال، هو شايف ان الناس دي هي اللي تستحق انها تتشهر، وتستحق ان هو يتكلم عنها، خاصه بعد ما بيوعد جهاد الفلسطيني انه هيشهره. وهنا يا جماعه بيبدا عدو الفيلم الظاهري سامي العدل ان هو يكرهه، لان هو ما بقاش بتاع بيزنس، بقى عنده مشاعر، ومصطفى قمر بيتحداه وبيقول له ان هو هيذيع الفيديو ده حتى لو في الشارع.